صباحه صباحه يا سيدنا. ايوه 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 هو ده. استباحة علي روي، احلى استباحة في الدنيا. تعالى يا صاحبي الدنيا. صباح الخير يا روي. صباح فل يا راشد. صباحه. اصحى منطقة لينا، احنا جينا. صباح قبل يا عم قرايبك. على فين يا اخت القمر؟ عالشغل. تدعيلي وش كده يا عسلية؟ عايز ايه يا علي عالصبح؟ بعرف الناس تكوالي. اهلا اهلا. شفتها فريت بنطط قدامك ولا ايه يا عسلية؟ تأخرها يا علي وعايز الحق اركب. ازيك يا بنتي يا عسلية؟ بنتك بتقوم فين؟ صباح الخير يا ام محمد. هتكون فين يعني؟ البيت. انت هترجع امتى ان شاء الله؟ وانت هتحقق معايا ولا ايه؟ ما ترد يا عادل يا بنت، هترجع امتى؟ حاضر يا حاضر بالظبط. اصلا نسيت انك بتحب تعمل نمرتين كل يوم في الشارع. تركب يا ست الكل. يوه الله. عسليه ده انت بقى ركبك ميكروباص. لا اله الا الله، هو انتوا هتفضلوا ماشيين كده ورايا؟ قلت لك هفضل معاكي لغايه ما ركبك. واطرحها في اكتوبر. طب اكتوبر دي سهله. خد 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 خد. اسعد يابا. ابو علي راشد يلا انجز. بس البنات. سلام سلام. خلاص مجريتها عندي. خلاص يا ست البنات. تمسك اجرتها. خلاص عم علي روي، خلاص الاجره عندي. علي روي ما يدفعليش اجره. تاخدها ولا انزل؟ خلاص يا ست البنات احفظك. اتفضل. ده عينه مني وده عينه مني. الله يا ازرقاتا. يا وحشني الوتد. ادخل يا اخوي. الله. بقالك 3 ايام غطسان طول، مالكش حد تسال عليه؟ انا ماليش في الدنيا غير حد واحد بس. بقى الله ابن عمك واقف، هي شقاوه وقله قيمه. صاحبي ومني وابن عمي، وانا ابن عمي على الغريب. ضربه في قلبك. انا بقيت غريبه دلوقتي. بيهزر ستوب، احنا ما بنستغناش برضه. ازيك يا راشد؟ ازيك ست الكل؟ بركه انك ليك. مات. انا على لحم دماغي بالصبح. بقالي 3 ايام. 3 ايام؟ ده انا من يومين عامل معاك الصح ومشربك سيجاره منسيكي اهلك. جرأة ايه يا علي؟ انت بتعد عليا ولا ايه؟ بلعبك يا توتو بلعبك. اسمعي، عايزين كوبايتين شاي وانا هظبط لك زغروفي وانوينك. ايوه ايوه. قمر احنا بقى بكام النهارده؟ 7 استمارات. يعني 700 جنيه. وعلبتين اجنبي 50 جنيه. وعشرين فطار وعشرة قهوة، يتبقى كام؟ 600. احلى 600. دي 200، اللي عليك نبقى خالصين. تمام كده؟ تمام. خد رولي بقى عشان نتكيف. طب بقول لك ايه؟ ما اتكل انا على الله واثق براحتك. لا نتكيف ونشرب كوبايتين شاي وبراحتنا برضه. ون
الو 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 كان اي سبيك تو سوا بليز؟ ايه ده؟ انت بتورتن؟ يا سالي يا سالي يا سالي، في واحد بيورتن على التليفون، مش عارفه اعمل معاه ايه. يا سالي يلا، عاوز اروح احضر الاكل. مش عارفه ارد عليه، مش فاهمه حاجه منه خالص. الو هلو يس سير، اي وونت تو سبيك تو سوها بليز. نو مدام نوت هير. وين شي از جوينج تو بي باك؟ شي ويل بي ات هوم افتر 2 hours. اوكي، كان يو تيل هير ذات اي فوند هير؟ هو سبيكينج بليز؟ اتس مستر جو. مستر جو، هو ار يو؟ ذيس از Sally, her servant. Okay, dear. Please don't forget to tell her. Okay. It's urgent. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Sally. Sally, I want a blue formal suit. Hard. And he blue for you. I'm doing it one. معلش حبيبي، حقك عليا، جوعتك. لا يا ابني، كان الله في عونك. كفايه انك واقف على رجليك طول النهار في الشغل، وبعدين تيجي من الشغل على المطبخ عشان تعمل لي لقمه اكلها. ما انا عندي اغلى منك، اعمل لك بقى شويه كبده اسكندراني تاكلهم وننزل نجوزك على طول. مش لما نجوزك انت الاول؟ هتجوز، هنروح فين يعني؟ بسم الله. قول لي عامل ايه في العماره اللي في ايدك؟ والله يا حاجة شغلانة زي الفل وقرفتها زي العسل، منك بس راضي عني. والناس صحاب الشغل حلوين قوي زي الفل. ادوني عربون 2000 جنيه، استفدت معاهم بقى لازم افك الشغل بتاع الكهرباء العويل اللي كان قبلي ده. حتة ود ولا عنده ضمير ولا يفهم في الشغلانة، ما اتكهربش في باريزة قبل كده. والله العظيم. مش هنعمل ايه بقى؟ هو مش تربية قصة جميل الكهرباء؟ انت بتجاملني يعني؟ ربنا يبارك فيك يا ابني ويرزقك. الو عامله ايه؟ انت اللي عامله ايه؟ وحشتيني. على ميعادنا طبعا. انت ناوي تزوغي ولا ايه؟ لا انا قاعد بتعشى مع الحاج وشويه غنيه. ماشي، يلا مع السلامه. ايه؟ انت خارج؟ انت يعني مش سامع؟ عليك يا راجل. مش سامع، ما انت عارف اني خارج. ربنا يهنيك يا ابني، وهتجيبها لي امتى؟ تظهر بس على ابنك، الصبر جميل يا عم جميل. تعرف انك بيحب يتأنى. ليه؟ خير البر عاجله. اذا كانت حلوه وعجباك وشبهنا كده يعني، يلا اتكل على الله وربنا يوفقك. حاضر يا باشا، حاضر. حاضر يا كبرنا. تشرب شاي؟ اشرب شاي بس كده، خلص اكل واعمل لنا الشاي. مش دلوقتي يعني؟ ايوه. ماشي. الشاي الاخضر يا مدام. ثانك يو يا سالي. تأمريني بحاجه قبل ما امشي؟ لا يا حبيبتي. فيكي ايه من دول؟ تغيرة كده و... فيكي حاجة؟ Are you in love؟ لا، love ايه بس؟ مفيش الكلام ده. انت هتتكسي ولا ايه؟ بعدين حتى لو ان you're in love مش هتعرفي تخبي. It'll show and you can't hide it. You're glowing. ايه؟ ايه glowing دي؟ انا بقالي 5 سنين انا اول مرة اسمعها. Glowing يا سالي، يعني you're shining، تلمعي. بلمع؟ حبيبتي من جوه طالع على بره. بص حضرتك، زي ما انت عارفه انا من منطقه شعبيه، والناس اللي زيك بيعرفوا احوال الناس من غير ما يشوفوهم. احنا عندنا بنقول عليهم تقولوا عليهم ايه؟ بنقول عليهم مخاويين. يا شيخه طيب، روحي اقتلي المحفظه. اتفضلي. ثانك يو.
خدي دول. ايه دول يا هان؟ دول كادو مني عشان انا I love people who are in love. شكرا يا هان، والله مغرقاني بكرمك. بقول لك ايه، our life is short okay، هنقابل ناس كتير وهنعرف ناس كتير بس مش هنحب ناس كتير. So if you're in love وهو مخليكي مبسوطة ومش على بعض كده يعني، امسكي فيه okay. حاضر حاضر همسك فيه. تأمريني بحاجة قبل ما امشي؟ صباح على خير يا مدام. Good night حبيبتي، شوفك بكرة. Good night. الوحش اسكت يا اخويا، دي بقت حاره لا فيها نخوه ولا جدعانه. وبعدين بقى فله القيمه دي، ربنا يستر علينا. انا مش صعبان عليا في الليله دي كلها غير البت عسليه مبطوطه في النجاسه اوانطه. تسلم الايده كبير. عسل شكرها. تحب شطة؟ ها؟ لا أنا من غير شطة. بص بقى ست، زي ما بقول لك أنا راجل كسيب وصنعتي مكفية وأقدر منها أفتح بيت. طب وأنا مالي؟ طب بقول لك يا بنت، أنا عايز أعيش معاك. تعيش معايا إزاي يعني؟ أعيش معاك إزاي إيه؟ عايزك حلال يا بنت. إيه؟ كده السكوت علامة الرضا؟ حسن، في حاجات كتير لازم تعرفها عشان نبقى على بياض من الأول. أنا عايشة مع فطون أختي الكبيرة ولوحدينا، زي ما أنت عارف أنا بخدم عند مدام سهى بقالي 5 سنين في الفيلا، بس أنا معايا إعدادية. تعرف إن أنا كنت جايبة مجموعة 98؟ كنت الأولى على المنطقة كلها. كان نفسي أبقى دكتورة، دكتورة كبد عشان أعالج أبويا وأمي الله يرحمه. بس اختي فتون بقى الله يسامح خرجتني من المدرسة وقالت ان انا لازم اشتغل واصرف على نفسي عشان هي مش عايزة تصرف علي وحقها. الواحد ما بياخدش من الدنيا غير نصيب. بس تعرف يا حسن، لو سمعتني وانا بتكلم انجليزي والله لا تقول عليا دكتورة. بس يا مدام سهى وابنها ما بيتكلموش غير انجليزي وانا كان لازم اجاريهم. تعرف ان هي بتقول عليا ان انا اشطر واحدة شافتها في حياتها؟ تتجوزيني ولا لا؟ حسن، في حاجة مهمة أنا ما ينفعش أخبيها عنك. مالك حسن يا فيه؟ أنا والله العظيم عمري ما عملت الغلط. بس فتون خلاص. أنا يهمك. أنا ما يهمنيش غيرك. مش عايز في الدنيا دي كلها حد غيرك. أنت بتاعتي. هتشوفي. وفي يا باشا يسمع تعالى. طب قول ايه الاسم يا باشا؟ لا اله الا الله. طب كنتوا كلمتوني، انا كنت قلت لكم يا باشا والله خطوه عزيزه. يا باشا
صفو شي معايا عظمه دي اهو انا ده اهو كان على هناك اي بنت تحاسبي يا بنت يا عمية يلا غوري والنبي كده تخليكوا زي ما انتوا هلا 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 انا بقى هجيب لكم شجره واجيب لكم اتنين ليمون ايه رايكم تحضنها بقى يا اخويا كده بالمره يا ستي في ايه مفيش حاجه حصلت لكل ده عيله صغيره خبطتها في ايه عيله صغيره خبطتها ولا طول وانتي بقى ما تتلمي بقى وتبطلي السهوته والكهن اللي انتي فيه ده ربنا يسامحك هيسامحني يا شلتي هيسامحك انتوا بقى ازاي قصدك ايه يا فتحي؟ قصدي الأمان اللي انت ملبسها للحارة كلها وكل شوية راجل داخل وراجل خارج انت واختك الشمال انت قليلت الأدب يا فتحية انا قليلت الأدب روحي روحي علي ما تصحى يا راجل يا خرابي ده انت مش نايم انت مغمى عليك ما تصحى يا علي في خناقة بره يا بنتي يا فتون الحقي اختك عسليه بتتخانق في الشارع اللي ورانا يا نهار اسود ايه عسليه حاسي انتي بقى انتي ايه موتيها ولا ايه يا اختي ده كهن الاسود انا عارفاه يا ميدو البت ده كهن الاسود يا بنتي يا مفترس عين اوعي ولا اوعي يا اختي خلاص يا مروه خلاص جري علي رول انا علي رول اللي بناه كلها تعرف مقامه وما حدش يقف قدامه واللي يشوف حاجه يجي وانا اوري مقامه من النهارده بتون دي خطيبتي وهتبقى مراتي واللي هيبص لها بعين اغزاله الاثنين ورحمه ابويا المطوه دي لو اتفتحت تاني لا هتتقفل الا لما تتصفر بوشوشكم يلا مات الكلام يلا 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 انت هو يا يلا رشد الحكومة قفشته في اسلوب الله خد المحامي حسام وسباني وانا هحصلك يلا وش انا اسمر جوا اخيرا اتجوزت ما بقاش ناقصني حاجة حدش له كلمة استغفر الله العظيم ملك يا بيت مش هتقولي لي مبروك 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 على ايه عالجرصة هو انت ما بتحسيش حلك حيل هو جواز جرصة ده مجرم ومش بعيد يكون مسجل هو مين ده اللي مسجل يا بنت هو عشان فرقع له بقين فاضيين قدام الخلق يفتون النسوان وانا داخله الشارع بيمضغوا في سيرتنا منك لله اللي عملتيه في نفسك وفيا يا اختي انت هتعملي لي فيها اماثل ما انا خلاص هتجوز وبعد الجواز يا حبيبتي كله بيتمسح بقاستيك جواز وانت ايه اللي يضمن لك ان الشملول بتاعك ده هيتجوزك الا علي علي ده سيد الرجاله لما يقول كلمه ينفذها ده بلطجي يا فتون بلطجي ونصاب بحبه بجد وملكش فيه طب وانا انا لو جالي راجل محترم عايز اتجوزني ازاي وانا جوز اختي بلطجي وانت هيجيلك منين المحترم يا روح امك يا بنت ده انت خدامه يلا ازيك يا متولي ازيك يا متولي طيب مساء الخير يا باشا اهلا يا استاذ حسام عمر هو راشد وبالعيله ممسوك في ايه بيبيع ورق مضروب قدام وزاره الصحه للناس اللي داخله تعمل تحاليل وكان معاه واد اسمه علي الاستاذ اللي قاعد هناك ده واحد من اللي اتنصب عليه وعوره بالشكل اللي انت شايفه ده يعني مفيش شهود لا مفيش شهود خلاص يتنازل ونمشيها صلح اهو عندك اهو اقنعه بقى تسلم يا باشا اتفضل حسام المهداوي المحامي الف سلامه بقول لك ايه
ما تيجي بره لياسر يتكلم كلمتين. كلامي انا ما عنديش كلام، انا اللي عندي قلته في المحضر. تعالى يا صاحبي سلامتك بس معلش. تعالى اجمع. الف سلامه. معلش ايه اللي حصل ده؟ دل على السلامه يا صاحبي. خبر ابيض، ايه اللي حصل ده؟ خش خد سيجاره. ما بدخنش. الله ليه كده؟ بص يا ابن الناس، انت شكلك غلبان ومش بتاع مشاكل، وانا عايز انصحك لوجه الله. ايه ده؟ دي ال 100 جنيه اللي خدناها منك الصبح، هتدخل القسم وتتنازل عن المحضر بالساهل، مفهوم؟ انتوا مخرجيني عشان تهددوني بره باب القسم؟ لا 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 سمح الله، احنا ما بنهددش حد. ولا هشقك نصين لو ما نفذتش الكلام بالحرف. قبل ما تفكر شوف بتعامل مع مين. خد بالك ده عيال عوق ما بتفرقش معاهم. انا ممكن اعمل محضر تاني واقول ان انتوا بتهددوني. اسمع اللي جوه ده لو ما باتش الليله دي في بيته هزعلك وزعل امك عليك، فاهم؟ يا ابن الناس دي جدعان، اكسبهم بدل ما يحطوا عليك. يا ناس انا ضربت واتبهدلت واتعورت وكمان عايزين اتنزل عن المحضر، ده حرام. معلش يا صاحبي معلش، الحمد لله على السلامة. يلا خد ال 100 جنيه. يلا يلا يا حبيبي يلا 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 الحمد لله على سلامتك. ده شيطان، تعالى بس تعالى يلا. تعالى تعالى يا صاحبي تعالى. الحمد لله على السلامة. يلا تعالي اوريك الحاج الكبير. مالك مكسوفة ليه؟ خش. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله حق منا ومنكم يا ولدي. اهلا اهلا اهلا. ازيك يابا؟ الحمد لله. بس انت زي القمر. يا سلام، عرفت اني راجل يا طيب انها زي القمر من صوتها يا ولا. ما هو في حاجتين يطلوا على الروح، العين والصوت، وانا ربنا اخد مني نعمة النظر لكن بشوف بقلبي، وانت صوتك طيب. ربنا يسعدك يابا، كلامك حلو. طب قوم يا حاج، مش خلصت صلاة؟ تعالى يلا. لا مؤاخذة، لو النبي يخليك. شفت مالكش دعوة انت، قوم اعمل لنا شاي وتعالى. الله، انت نسيت الحسن ابنك يا حاج، خلاص كده منلاقي احبابه. ده انا ايدك ورجلك. انت الخير والبركة، ربنا يخليك ليا. يلا قوم اعمل لك الشاي. حاضر. اتفضل يابا اتفضل. الواد الحسن ده طيب وقلبه ابيض. ما انا عرفت دلوقتي هو طالع لمين. قولي لي بقى، هتتجوزيه ولا لسه بتفكري؟ دي احلى حاجه في الدنيا للواحده انها تلاقي اب زيك بتاع ربنا، وواحد زي الحسن يصونها ويحابي عليها. يبقى على بركه الله وما تقلقيش. ما قلقش ازاي؟ ما تقلقيش، أصل ربنا خلقنا في الدنيا دي وفي حاجات مفروضة علينا وحاجات تانية إحنا اللي بنختارها، لكن اللي مننا ما بنختارهمش. وما تسأليش نفسك على حاجات أنت مالكيش يد فيها. ربنا يطمن قلبك يا رب. عارفة لما تيجي تقعدي معانا هنا هحكي لك كل يوم حكاية. حكاية؟ أصل الدنيا دي مليانة حكاوي، حكاوي تشرح القلب وحكاوي تغم وحكاوي حزينة وحكاوي عجيبة وحكاوي عادية. الحمد لله على السلامة يا راشد. الله يسلمك يا علو. كفارة. عشت يا غالي. الحمد لله على السلامة، كل حاجة مستعلة ناحيتي. بجد يا علي أنت مش هتجيب لي أوضة نوم جديدة؟ إيه يا توني؟ أنت عايزاني أغير الأوضة اللي شافت أحلى أيام عمرنا؟ أمال عايزني أنام على أوضة نوم قديمة؟ لا، ملاية جديدة. أعمل حسابك في ملاية جديدة عشان أنا وأشفر مستني النقطة. صح. نقطة؟ وهي النقطة دي هتطلع قد إيه يعني؟ 10,000 جنيه. إيه؟ قول 20، ده فرح علي روي والنبي أو ربنا. أبو هناء معزوم. ما
معزوق انت هتعزم في الفرح تاجر مخدرات وماله خلينا اب فرش خليها تقلب دماغها لا وامانه ربنا كمان ابو هناء عم الجدعان كمان مساء الخير عليك مساء النور والجمال والهنا احنا متخانقين امبارح وعاملين فضيحه اجي الاقي البارتيتا منصوبه هي هي مالك يا عسليه اعتبريني جوز اختك خلاص لما يبقى يحصل يا علي يا جدعان احنا بيتقفل علينا النور بزوق اللي هي جرى ايه؟ ده انا فرحي خلاص يوم الخميس اللي بعد اللي جاي يا بنت ابويا اللي قول لي يا علي وانت صحيح لقيت شغل زي ما فتون يعني بتقول ولا هتضم عليها والبس انا الليله؟ السؤال ده تساليه لاهلك الله يرحمهم اشتغلت انا ولا ما اشتغلتش؟ خليكي في حالك احسن لك بتروقي كده يا ست البنات وتعالي نشوف هنرتب ايه لفرح اختك ومين عارف يمكن الفرح يبقى فرحين فرحين؟ ليه؟ هو انت فاكر ان انا ممكن اتجوزك انت يا راشد؟ وماله يعني مش قد المقام؟ مش قد المقام بس انا ما قلتلكش انا يوم ما اقول يا جواز لازم يبقى راجل راجل كسيب مش بلطجي ابيض طلعت حرقه قوي يا جدعان شكلها هي الونش مش انا يا عم ايه ده انا مديك 100 لا هم 50 بس 100 ايه انت هتنصب عليا مديك 100 والناس شهاده انت مجنون ولا ايه خلاص يا بيه خلاص فين يا بيت شوف النصب خلاص يا استاذ خلاص يا بيه خلاص يا باشا هات لي غير الصنف بقى واستنضفه هات حاجة عجبتك؟ بصراحة أنا عايزة خاتم حلو قوي يعني من الآخر كده مفيش زيه لمين؟
لواحد. حبيبك؟ لا حبيبي ايه ده، خطيبي. اه تقدري تقولي لي هو عنده كام سنة؟ كام سنة اشمعنى؟ عايز اعرف اتولد امتى وفي شهر كام؟ هو اتولد في شهر 11 زي قبل بثلاث ايام، يوم 18. انت عقرب؟ ايه عقرب ده؟ لا انا ماليش في الكلام ده. ثواني. 11 11 11 11 كده. انت لسه هتقرا؟ ايوه. تمام، يبقى ناقص تقولي لي حاجه واحده. ايه بقى؟ اتولد الصبح ولا بالليل؟ اه لا دي معرفهاش، معلش عديلي دي. اسمعي الكلام، اتصلي بيه. الحسن، الحسن ده ملاك نازل من السما، بس ربنا يستر يا ميزو تكمل على خير. الله ان شاء الله يا اختي تكمل على خير. ايه قلقانه من ايه؟ أصل بقالي فترة كده بحلم أحلام غريبة، بصحى من النوم مرعوبة يا أم ميزو. من الشيطان الرجيم. تعالي تعالي اقعدي جنبي كده وتدفي على الشمال واحكيلي مني شفتي إيه. مرة شفت حد بيقص لي شعري، وشي سناني بتقع، وشي وشي أسود. ده أنا ساعات بصحى من النوم مش قادرة أخد نفسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استعيذي بالله من الشيطان الرجيم كده وتفي على الناحية الشمال. هو معناته إيه ده يا أم ميزو؟ عندك تفسير للأحلام دي؟ خير إن شاء الله، ربنا يستر. اشربي الشاي، اشربي اشربي. أنا مش قادرة أشرب حاجة. امسكي، أنا تعبانة قوي. انا ما تفسحي شويه يا اختي كده، واخده السرير كله يا معرفه. احنا تعبانه ما ارتحتش طول النهار، عايزه انام. الله، ما انت واخده نص السرير. الله، حبيبتي الف مبروك. يبارك في عمرك ربنا. عقبالك يا بنت. مبروك يا ست الستات. الله يبارك في عمرك، ربنا يخليك. هو انتوا جايين مع بعض؟ لا، اللي جايين مع بعض. انا قابلته على السلاله. اه مبروك يا علي. بارك فيك يا سيد الرجاله. راشد، صباحين بركة يا حبيبي. تعالى. لا مستعجل. تعالى اشرب حاجه. مستعجل يا جدع؟ انا مش هعمل حاجه لحد، انا عروسه. خش اعمل لنفسي. اعملي لنا شاي تونه. طب جميلني يا اخي، ده النهارده صباحيتي. صباحيتك عدى عليها 8 سنين وانا انت عارفين. وانت لازم تفكرني. شاي. ايه ده؟ تعالى يا راشد. دي بقت حاجه تاني. تعالى. شفت ابن عمك ذكر ازاي؟ اتظبطت بعد الجواز. ايه يا مين دي اللي اتظبطت بعد الجواز؟ ما انت طول عمرك قامتني. تاخد كم معلقة سكر يا راشد؟ معلقة. لما انت طول عمرك بتاخد اتنين. خليهم معلقة. عقبالك يا راشد، يلا شد حيلك. اللي نفسي فيها مش راضية بيا. ليه يا عم؟ هو في حد يرفض جدع ابن بلد زيك؟ تعالي احضرينا يا فتون، عايزين نحدد ميعاد عشان الحسن وابوي يجوا يقابلوك انت وعدلي. مالك محروقه كده ليه يا بنت؟ لا ما باخدش رايك، الموضوع ده اتكلمنا فيه وخلصنا. نتكلم تاني. اختك الكبيره وجوزها، نتكلم تاني وتالت. طب بصوا بقى، لو ما قابلتوش الحسن وعملتوا معاه اللي المفروض يتعمل، لاتجوزوا من بره بره. اصل انا مش مزنوقه لحد. قلت ايه يا فتون؟ خلاص خلاص، الاسبوع الجاي. مبسوطه؟ أنا تمام. مبروك يا علي. الشاي يا راشد. مش هشرب. راشد. سلام. مش هينفع طبعا اللي أنت بتقوليه ده. أنا آخر مرة اتكلمت معاكي في الحوار ده، قلت لي تعيديه وتزيدي فيه تاني. يا ست أنا حر. أنا حر أعمل اللي أنا عايز أعمله. إيه ده، أنت بتاخدي كوك؟ كوك؟ يا ريت ابني هو حد لاقي كوك ده. انا ما جربتوش غير مره واحده بس، بصراحه بيعمل دماغ عظيمه، بس مش عارفه اعملها تاني. ده بقى فانيليا. هروين يعني؟ بس ده خطر جدا. فكك بقى من الكلام ده. خطر ايه يا ابني؟ انا بقالي اكتر من 4 شهور بضرب، ومفيش اي حد واخد باله من اي حاجه. حتى انزل، انت دي بقى لها 10 سنين
والست تمام، هي مفيش اي حاجه. سلام سلام. كده ايه بوجع دماغ نفسك على ايه؟ ايه ده يا مو؟ هو انت كمان بتعمل كده؟ دماغ حلو قوي، غير الهاش خالص. جرب لو ما عجبكش فاكس. لا يا جماعه انا مش حامل اللي انتوا بتعملوه ده. ده ممكن بيتاخد انجكشن صح؟ ويبوظ شكل بقى جسمي وشكل الجلد ومكان الحقن. لا لا لا، ولو جربت انا مش هبطل الجو ده. يوغتي ايه ده اللي بيتاخد انجكشن؟ يا ابني فكك بقى من الكلام بتاع التوك شوز وما تعرفش تبطل والهري ده. انت ممكن حتى لغايه بعد التالت مره تبطل عادي على فكره لو انت عايز. وبعدين انجكشن والحاجات دي ده الشغل بتاع العيال البيئه اللي مش عارفين يجيبوا النظيف والبيور اللي احنا بناخده. اللي احنا بناخده ده بقى هو البيور. انا معايا 20000 واخر اتوايب 22. الله اكبر. وانا معايا 3 يبقوا 26. 26 يبقوا 25. اه 25. وانا مالي ومال فلوسك؟ انا وانت واحد يا ابو علي. انا وانت واحد يا ابو علي؟ لا مش انا وانت واحد يا ابو علي، كل حاجه الا الحكايه دي. يو كل حاجه قفش، كل حاجه قفش. خدي هنا رايحه فين؟ انا رايحه بتوعي. رايحه؟ طب بعد الجواز هتسيب الشغل كمان على فكره؟ لا والله لا، انا هشتغل ومش هسيب الشغل. مش هتشتغل؟ لا هشتغل، انا بشتغل من وانا صغيره ومش هيحصل. طب انت عارفه انا مش عايز تشتغلي ليه؟ ما يهمنيش قعدني. يا بنت عشان بغير عليك. طب مش كنت تقول كده من بدري؟ يا سلام، فرقت يعني؟ اه طبعا تختلف بزياده يعني. تختلف بزياده يعني. المهم نرجع لمرجعنا. هنجيب ب 8000 جنيه شبكه، ونجيب شويه اجهزه، ونظبط اوضه النوم، ونروق الشقه والدنيا تبقى. 8000 جنيه شبكه ليه؟ ده كتير طبعا. هما دبله وبيشتروا سلسله صيني وبس. هو كان حد يعني هيبص على ختم الذهب؟ يا بنتي انت تستاهلي وزنك ده. ما تلبسي دهب زي بقيه الناس. بص يا حسن، انت لما تروح عند علي وفتون البيت لا تقول هنجيب شبكه بكام ولا عفش بكام. تيجي انت وابوك تشربوا الشربات ونقرا الفاتحه وزغروتين وخلصنا ماشي؟ عايزة حاجة تاني؟ عايزة كولا. عايزة كولا؟ حاضر. ايه كمان؟ عايزة نتجوز بسرعة يا حسن. عايزة ابقى جنبك. يا لهوي. يو بقى. طب يلا عشان اروحك. ماشي يلا بينا. علي نفسي اخرج معاك. حضر لك الخير يا اخويا. هو انتوا لسه ما جهزتوش؟ ده حسن كلمني وقال لي انه زمانه على وصول هو وابوه. الدنيا ما طلعتش يا عسليه. هكمل السيجاره واقوم. براحتك يا حبيبي. براحته ايه؟ هو انت لسه هتاكلي وتاكلي؟ ما تقومي تجهزي، ما تقومي يا علي. خد يا اخويا. خد. مال؟ حاضر. جرى ايه؟ في ايه؟ مالك باين عليكي قوي. اللي هو؟ انك واقعه في غرام حبيب القلب ومسربعه. مسربعه الحلال يا فتون. تبنا الى الله. اللهم صل على النبي. يا رب يدوم ويا رب الليله دي تعدي على خير ومحدش فيكم يقول كلمه تبوظ القعده. بصي بقى يا اختي، اصل انا من ساعه ما شربت السيجاره دي وانا في حاجه في دماغي بتدور كده، سؤال نفسي اسالهولك. هو انت هتروحي تعيشي مع ابو حبيب القلب وتشتغلي خدامه؟ يعني لا هتشتغلي ولا هتروحي ولا هتيجي، خدامه من ابو بلاش يعني. انا اي حاجه هتحصل لي يا فتون احسن لي من قعدتي معاك انت وجوزك والناس اللي خارجه داخله عليكوا كل يوم. لا بصراحه متربية. أنا هخش أجهز ووعي أي كلمة تبوظ القعدة. مساء عوض. اسمع معانا فين راشد؟ راشد قال البوز علينا كلنا عشان بنت فتحتها النهاردة. لا ربنا ربنا خش له. ولا والعصفورة اتقلت منك يا حلو. خش أغنية جوه بدل ما تعوري. راشد ده بجد؟ ليه ضرب الغباوة ده بس يا صاحبي؟ راش الكلام صحيح. قوم يا راش، مفيش نتايج تستاهل وربنا عسلية تستاهل يا عم.
مش شايفاني اصلا وعاجبها الواد الملزق ده. قوم يا راشد، قوم يا راشد، خلاص البت فتحتها بتتقري ولا كلها بتتكلم. قوم سيبني اونش دلوقتي بقى وامشي. انا قلب عليك يا صاحبي. قوم يا راشد سيبني اونش دلوقتي. خلي عينك عليها اهو. تمام. ولا الضالين. آمين آمين. ألف مبروك يا أولاد. ربنا يبارك فيك يا عم جميل. آمين. إيه هتتجوز إمتى؟ ولا السؤال ده ماليش حق أتكلم فيه؟ لا ليك فيه، اسأل براحتك يا علي. إن شاء الله يا عم علي شهرين والشقة تبقى زي الفل، تنزل العروسة تجيب أوضة نومها زي ما هي عايزة. كده كده على السخ. وأنت موافقة يا أختي باللي بيقوله ده؟ أنت بتسأليها؟ تلاقي هي اللي عايزة كده أساسا. وماله، خير البر عاجله، وإحنا عايزين إيه غير سعادتهم وهناهم؟ وأنا حاجة مطبخي كلها جاهزة زي ما قلت لك يا الحسن. وأنا هجيب نص نقل ونشيل كل حاجة مرة واحدة، بس نخلص بعد الشقة. مش هتزغرتي يا فتون؟ لا 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 راح فين بس يا راشد؟ عشان بلبع لك شريتين احمر وازرق. الله يخرب بيتك، احمد ربنا يا جدع ان انت لسه واقف على رجلك. بس اطلع ورك. راح فين بس يا راشد؟ اه على وسخ. ايه انت بتعمل ايه هنا؟ يلا يا عم راشد، يلا يا ابني من هنا لعورك. انت طف تحب هنا؟ يلا ده حاره وسخه صحيح. بص جوه يا بص جوه. مساء يا فوكس. صاحبي الكبير. ازيك يا علي؟ سيد المعلمين. اتفضل. 7000 جنيه، عايز كرتونه اصرفها والباقي عندي. الباقي سبع يا علي؟ كتير. حبيبك عيسى معلم، تقول له لا؟ ماشي. زلطه عمر يا معلم، تعالى هات كرتونه سبعات من اللي جوه. ماشي يا معلم. تشكر يا معلم. ارفع الغطا اللي على القعده وخد وجبك. يدوم كيفك يا معلم. تشكر. الدنيا لبش بره يا علي، اقعد لما الدنيا تضل. لبش ايه ده؟ انا علي روي. سلام يا روي. ايوه باشا، خرجوا مع الحاج.
ايه ده؟ انت جايب ايه؟ اقعد. شوكولات. لا. عسل ايه؟ دي اختك. ده الشغل يا حبيبتي. حشيش. ما انا قلت لك شوكولات. نقطع منه نبيعه نشرب منه وننبسط. بس ده كتير. هنبيعه لمين؟ فين؟ ما تخافيش، ما فيش اكتر من حشاشين في البلد. زي ما انت. ايه يا ابني ده كله؟ مش لما التاجر تتاجر على قدك هتوهم. لو سمحت مكتب وكيل النيابة منين؟ قدام على الشمال. يلا اخويا منك ليه؟ استنى انا. يلا اخويا. انا لسه كلام شادي يا فدون. ايوه يا اختي ايوه. وداك ازاي يا فدون؟ الله يلعن اليوم اللي عرفناك فيه. ما تخافيش، انا قلت الحاجات دي كلها بتاعتي. اختك طالعه. راشد فين؟ ما بيردش على تليفونه من الصبح، تلاقيه عارف اللي حصل لك فقال لك اخلع. اخلع؟ كلبشات يا فتون. يا لهوي يا فتون يا لهوي. استنيني يا اختي. استناكي يا اختي، اروح فين؟ اوعى تمس. يا عسل ايه؟ الحقني يا راشد، فتون وعلي في النيابة. ايه؟ شفت اللي حصل يا معلم؟ شفت يا اخوي. علي راح بيقول للحكومه ساعه ما اتمسك ان البضاعه خارجه من عندي. امال ايه الحكومه جت لي ليه؟ لو التليفون اللي جالنا خلاها ننظف المطرح كنا زماننا اتلطينا. ماشي. راشد يا معلم. ماله شهر؟ افتح يا فوكس. حاضر يا معلم. بص يا زلط يا حاجة. يا ابو هناء، يا ابو هناء، بتسلم علي يا ابو هناء؟ ما حصلش. اهدى كده وافهم الاول. اقعد يا راشد. علي اتقبض على ايه؟ نصيبه كده. الله، ابن عمك قال للحكومه ان البضاعه خارجه من عندي، يبقى انا اللي ليا حق يا راشد. حق ايه؟ انا جاي لك في مصاريف ومحامي، مش ده الراجل بتاعك. مصاريف ومحامي ايه؟ لا لا لا، ده كلام فارغ. ابن عمك باعني اشتريها انا. الشغلانه بتاعتنا دي يا راشد محتاجه راجل، وابن عمك طلع عجله. تمام. اقعد يا ونش. خد على خطه. سلامة خطوة. برضو قفل تليفونك يا حسن. يا عسلية، هما فين؟ انت اللي كنت فين؟ وانا لازم يعني اكلمك 70 مرة عشان تيجي؟ عجبك اللي علي عمله فينا؟ يرضي مين ده يا راشد؟ ماشي، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا علي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اختي فتون علي عامله. قررنا نحن خالد عبد المنعم رئيس نيابه بولاق اخلاء سبيل فتون سعيد من سرايا النيابه
ما لم تكن مطلوبة على ذمة قضايا أخرى، كما قررنا استمرار حبس المتهم علي إسماعيل شلبي الشهيب روي 4 أيام على ذمة التحقيقات على أن يراعى التجديد في المعاد. يا اختي بس من الايدز. كنت فين يا راشد؟ كنت عند ابو هناء بعد ما انت اتمسكت. الحكومه كبست عليه ما لقتش عنده حاجه. ابو هناء ده اللي فتش عليه في المحضر، هيضيع لي الراجل. يا ستي مش هو اللي وصل له انك قلت في الاسم ان الحاجه من عنده؟ قلت ولا ما قلتش؟ يلا انت هتوتر. حاضر، روح معاها الاسم. يلا وروحها. حاضر روحها. خلي بالك من نفسك يا اخويا. ساعه واجي لك الاسم. انت بشريه مات. عندي مشوار ضروري هعمله واجي لك على طول. همشيب معاك اهو، همشيب معاك. استهدي بالله يا عم جميل واحتسبه عند ربنا في الجنه. محتسب مين؟ والحسن فين؟ الله يرحمه، الله يرحمه يا بنتي. هو خطيبك؟ الله يرحمه. بس الحسن فين؟ لا اله الا الله وحيد الله. بس الحسن فين؟ انت ماشي في نفسك كده. الحسن فين يا عم جميل؟ قتلوه ورموه تحت الكوبري يا عسلي. اه يعني رايحة فين؟ رجلي نملت، قلت انزل مشيهم شوية. المنظر ده واللبس اللي عليكي ده؟ فين الروج الموف؟ صدقني انك ما عندكيش دم. انت مش حاسة باللي احنا فيه؟ ما ترد عليا انا بكلمك. انت عايزة مني ايه يا عسلية؟ عايزة اعرف انت رايحة فين كده؟ راح اجيب نيلة فلوس من غنوة. هي غنوة يتحط لها المكياج ده كله؟ اه يتحط لها مكياج. بكره معاد زياره علي، عايزه اجيب له حاجات كتير وعايزه ادفع عربون المحامي. وبعدين التلاجه اللي بتلقى جوه دي فاضيه، هناكل ايه؟ هناكل انا وانتي طوب ولا هناكل بعض؟ انا من بكره هنزل الشغل. اقعدي انتي يا فتون. شغل؟ ما هو كله شغل. طب يا اختي لما تنزلي الشغل ويبقى معاكي فلوس ابقي قولي لي. Thank you.
كويس انك جيتي عشان تاكلي معايا. انت عايزه تتمسكي اداب صح؟ عشان فضيحتنا تبقى بجلاجل. جرابت قطع لسانك. انت نسيتي ان اختك الكبيره ولا ايه؟ انا كنت عند غنوة وسألتها في قرشين ودتني 1000 جنيه. انت ليه دايما بتظني فيا السواب؟ يلا يا حبيبتي قولي معايا، ده انا مش جايبه اي اكل، ده انا جايبه لحمه يا بنت. قولي ان شاء الله ما اكلتي. النبي تقول لي يا استاذ الحكايه دي هترسى على ايه؟ انا شاطر قوي يعني انك 7 سنين يعني. يا نهار اسود، لو شيخ المحامين ما يجيبش اقل من كده. ده اعتراف. انا باخد 6000 جنيه وعشانك علي هاخد 4 بس. ماشي ماشي، هما يومين هديك نص الفلوس، بس انت امشي في شغلك زي ما انت. احنا هنتكلم في انها اول سابت مخدرات وانه اتضحك عليه، غير كده مفيش. هات عليا يا فطور، ما ظبطتش معايا. تبقى زي الفل ان شاء الله. قول يا اخويا. انا عايز اعيش معاك. ايه عايش معاك؟ كنت عايزك تبقي حلال. ايه؟ بس كنت علامة الرضا ولا ايه؟ هنجيب ب8000 جنيه شبكة، هنجيب شوية أجهزة، ونظبط أوضة النوم، ونروق الشقة والدنيا تبقى تمام. راشد. مين؟ أنا ونش. عايز يا ونش دواتو؟ عايزك. تقفي ايه؟ مؤاخذة. ولا يهمك. مرات علي. فتون؟ اه. مالها؟ صباح الفل يا معلم راشد. صباح الفل يا صقر. اشتري منه. ماشي، هو في ايه؟ امبارح بالليل كنت راجع انا والواد صقر واسلام. اه. شفتها نازله على اول المنطقه من عربيه فخمه. سبتها. دخلت على الواد ثبته، كان هتصاير ميه عيل فرفور. سالته تعرفها منين يا؟ قال لي ان هي اللي شقطته. هي اللي شقطته؟ طلعت شقطه يا راشد. الكلام ده كان امتى؟ بالليل. هو اللي ايه؟ خلاص خلاص، روح انت. هتعمل ايه؟ خلاص يا عم هتصرف، تشكر يا ونش. تطرمخ يعني الموضوع واسكت ولا ايه؟ يا سيدي مفيش حاجه يا ونش، خلاص انا هتصرف. ماشي يا صاحبي. تشكر. فين ياد الولاعة الشمال؟ صعبها خضرا. نهارك اسود يا فتون. ده انا هطربقها فوق دماغ اللي جابوك. قطع لسانك ولساني. انت اتخبلت يا راشد ولا ايه؟ ده بدل ما تاخد لي حقي وتاخده جوزين اقلام. كل اللي همك كنت فين ومع مين وبتعملي ايه؟ هي دي الامانه اللي سابها لك علي؟ هو ايه؟ خدوهم بالصوت. الواد قال لي انك شقط. شقط؟ طب عليا النعمه من نعمه ربي. اذا زودت كلمه كمان لبش بشبي ده انزل على دماغك اقطعك حتت. الله، قلت لك اني كنت مع فتحي ابن خالد غنوه صاحبتي. كنا في كافي في الدوق استريح غور بقى من وش الحسن. انا مش طايقاه. بقول لك ايه يا حلوه؟ عندك تبنى الى الله يا اخوي. ربنا يدينها عليكي نعمه. انا بقيت ست متجوزه وما يصحش حد يدخل اوضتي. طب شوفي يا ست المتجوزه، علي جوزك محبوس، يعني انت واختك امانه في رقبتي، اعرف رايحين فين وجايين منين. ثم تعالي هنا، انت جبتي فلوس المحامي منين؟ استلف فتون. فتون؟ هو في حد بيسلف 3000 جنيه دلوقتي؟ ولما انت عامل لي ذكر قوي كده، ما كنت دفعت انت المحامي. أنا عارف إني مش هاخد منك حق ولا باطل. وأنت أساساً مالكش حق عندي. طب هي كلمة مالهاش تاني يا فتون.
لو عرفت انك ماشي قوي تاني مش هيحصل كويس. بتهددني يا راشد؟ اه بهددك. شرف ابن عمي يسوى الدم. عسلية اختك مبطوطة بيك ودي هتبقى مراتي وده اخر الكلام. سلام. غرف دهية كتك القرف. مش عايز اسمع ولا كلمة. انا مش ناقصاكي. يعني اشوفك رايحة في داهية يا فتول واسكت ما تكلمش؟ يلا على ابو ده بيت. لا يا اختي اتكلمي وماله. أدبيني. قولي الكلمتين اللي واقفين جوه زورك. يا فتول اسمعي كلامي ولمي الدور. راشد شراني وما بيرميش كلام في الهوا. وبعدين عنده حق، انت مرات ابن عمه. وحياة ابوكي. راشد عنده حق. راشد بقى سيد الرجاله دلوقتي وجاي على هواكي. الله، مش انت اللي جايبه لنا البلوه دي لحد عندنا بجوازك من راي الكلب؟ يا فتونه ابوس ايدك، خلينا نعيش يومين زي الناس بدل الفضايح والمصايب اللي احنا فيها دي. المرة اللي اسمها فتون دي واكلة دماغي عبل عليها. اوعى انت تعمل كده، راشد لو عارف هيزعلك. صورتها يا بتتشقلط. بس ابو هناء لو هي لحواسة كده، طب ما انا اولى. اولى ايه؟ وقلت لراشد كمان على كل اللي هي بتعمله. انت جننت يا بنت قطر. طب اوعى بقى تتزنق في المزلقه. صحيح راشد عايز شغل منك على الذمه، بس هو مقشفر. اه ماشي، بس بلغه ان اللي موجود الحلو. ملوش في الحلو. فهمه بس ان ده اللي موجود وزباينها عندي، ولو محتاج هيجي. انا عايزه يجي. يا اشمعنى؟ فتون يا تفوق لنفسك يا ما تأذيش نفسك. اتجننت؟ على فين يا ستات؟ رايحة بطوبر. وانت رجعت الشغل تاني؟ اه رجعت الشغل. رحت لعلي طمنت عليه؟ اسكتي يا اختي. خد 45 استمرار حبس. طب بقول لك ايه؟ انا عايز اتكلم معاك كلمتين قبل ما تروح الشغل. بعدين يا راشد لما برجع. ما تسيبها تروح شغلها وبعدين تبقى ترجع تتكلم معاك بالليل. مالكش فيه يا فتون. ونعمة عندك حق، ماليش فيه. دي بقت حاجة تقرف. شايفة عملية أختك؟ شايفة يا راشد، وقلت لها تسمع كلامك وتتلم. ربنا يكملك بعقلك يا ست الستات. طب بقول لك إيه؟ هم كلمتين. كلمتين بس، وبعد كده اعمل اللي أنت عايزاه. أنا مش شكلك يعني. هم كلمتين والله وبس. ماشي. أنا أشوف الكلمتين اللي عايز تقولهم لي دول. أنت محلقة النهاردة يعني. طب وإيه الجديد يعني؟ ما أنا عارفة من زمان إنك عايز تتجوزني. مش بقول لك قاريني غلط، تعالي بس نقعد. عايز أتجوزك خفيف. عايز أتجوزك حاجة وبحبك، وعايز أتجوزك حاجة تانية تفرق. بس انا دلوقتي مش فاضيه بالكلام ده، انا يا دوب افوق من اللي انا فيه. يا ستي لو على المصاريف انا مستعد اصرف عليك انت واختك، وقلت لك الكلام ده قبل كده، حصل؟ اه حصل. بس انا مش موافقه انك تصرف عليا. يا ستي انت غاويه مرمطه في الشغل. ما انا بصراحه يا راشد انا ما اعرفش انت بتجيب فلوسك منين. وبعدين شغل النصب والحنجله ده ما ينفعش اسند عليه. فاهمني يا راشد؟ فاهمك. طب لو قلت لك يا عسليه والله العظيم ثلاثه ربنا تاب عليا. خلاص اتعرفت على واحد غني جدا وهيشغلني عنده سواق. مش انت عارفه ان انا معايا رخصه؟ كنت شغال على عربيه ابو ناهد. يا عسليه يا عسليه، انت اغلى حاجه عندي في الدنيا، وانا مستني اشاره بس منك، وانت اللي سايقه. لو لقيتيني رحت كده ولا كده قولي لي مع السلامه. فكري انت بس وقلبيها في دماغك. الجو حلو صح؟ ينفع كده عني كملت؟ مفيش ازيك؟ ازيك؟ طب
بقولك ايه، ما تيجي اوصل ولا اقول لك البيت هنا شربك كوبايه شاي وسكره سنه. غير لك ايه يا ولاد؟ الله، انت اتخبلت شارب ايه على الصبح مبرجله؟ سامح الله، ده انا بقول لك بيت يعني ستره مش عربيه. علي النعمة من نعمة ربي، إذا ما تلميت لفرج عليك بولا أتمن. الله، أفتو وأنا غلطت ولا إيه؟ يا بنت ده أنا أولى من الغريب. تصدق أه، وأنت كمان أولى من الغريب تاخد الشبشب ده. أوعى الشبشب يا بنت يا زبالة، طلعت العربيات يا شهر. إيه رأيك؟ ده أنت كنت بتشتغل دلدول عند علي جوز. اغسلي إيدك يا بنت. لا، ما أنا مش عارف أعرقل ببلاش. يلا يا انتي والسكك تجمعنا. وحياة العصيف دول وما يكونوش على مرض نوريه. بعد كده تمددك على واحد ستة وين؟ خش يا حاج روح بيتك. ما بصش يا دمش، خلي بالك على روحك يا امور هنتقابل. الله، في ايه يا؟ يلا عليك تمام يا سيدي الهنا. خش جوه. ازيك يا راشد؟ عشان بحبك هعمل معاك الصح. دول بالاجل كده يبقوا 5000 جنيه. تمام. ده بقى تبيعوا تذاكر ب8.5. ايوه، يعني بيبقى عامل ازاي يعني؟ تذكره يعني نص جرام، جرام الا ربع، حاجه كده تكيف اتنين. ماشي تمام. بتبقى زي كده، دي تبيعها ب120 جنيه. بالتليفون تلف وتدور ما تثبتش مطرح عشان الحلوه ريحتها بتطلع بسرعه. طب انا الواد وينش كان قال لي ان انت هتدلني على سكه زباين. اه، في بنت اسمها منى. نطط على حريم علي رؤيا يا ابن الكازمه. تضربني عشان البنت دي يا راشد؟ تعالى وحياه ربي، لو جبت سيره اهل بيت علي تاني اللي هم اهل بيتي دلوقتي هقطع لك لسانك والكلام للكل. فاكرني بهتك يا؟ انت عارف انا ما قطعتش سيادتك ليه؟ عشان العيش والملح، وعشان انت كنت مبرشم ساعتها، كفايه عليك كده. اللي جايه مش هتبقى في وشك. سامعين؟ كابوس تاني يا عسلية. طب خدي يا اختي، خدي يا حبيبتي شوية المية دول. طب بقول لك ايه، ما تقومي تلبسي عشان نلحق الموسكي بالليل. نبقى ننزل بالليل. ما ينفعش، احنا لازم نروح ونرجع قبل ما راشد يجيب الصنايعيه. عندي مشوار مهم لازم اعمله الاول. وايه بقى ده المشوار المهم اللي اهم من انك تجيبي حاجتك؟ يا بنت ردي عليا. هما ساعتين، ساعتين هروح وبعدين خديني مطرح ما انت عايزه. ماله يا اختي، لو مشوار مهم اجي معاكي. يا بنت راضي عليا عبرين، روحي مطرح ما انت عايزه. قربتيني. اتفضل يا باشا. هنا
اتفضلي يا ست هانم. ايوه يا راشد، يا مظبطنا. واو. اه بقول لكم ايه، انا قدم لي بتاع 10 15 يوم كده، فلو عايزين حاجه انا بعمل نفسي بزياده. ايه ده، انت مسافر ولا ايه؟ لا بقى عندك هتجوز. اه مبروك يا راشد. الله يبارك فيك يا باشا. خد بقى يا راشد فلوسك اهي. تمام. مش هتعزمنا بقى على الفرح ولا ايه؟ يا سلام، ده انتوا تنوروا بورقه كلها. اي نعم احنا على قد حالنا، بس والله لو جيت اتشرف بيكم. قلت يا كريم باشا. اوكي هنيجي، بس امتى؟ ايوه كده، ايوه كده، والله عايش كل ليله وانا في السيما. لا ما انا متاكده. تعالى يا عم جميل، عامله لك شويه ليمون ساقعين هيعجبوك. تسلم ايديك يا عسليه. تصدقي انا من زمان ما شربتش ليمون. بقول لك ايه، هو ايه يا بنتي، ما حدش بيموت ورا حد. عاوزك تتجوزي وتفرحي. ها مش انتي برضو اللي هتتجوزيه ده يبقى قريبك، جارك يعني؟ لا هو قريب علي، جوز اختي اللي اتسجن. ما هي صوابعك مش زي بعضيها، يمكن يطلع احسن منه. ادعي لي يابا، انا خايفه. خايفه من ايه بس؟ مش عارفه، انا ساعه ما الحسن كان عايز يتجوزني كانت الفرحه مش سايعاني، وكنت عايزه اعرف الخلق كلهم اني فرحانه. خلاص بقى الله يرحمه. والنبي تدعي لي يابا. ادعي لك من قلبي يا بنتي، يبعد عنك كل شر ويهديكي للطيب. اتكلي على الله، ربنا معاكي. كتر خيرك يا بنتي، ربنا معاكي. في وش على حاجه عملتها وانا رافع شريط، يعني حق ربنا المفروض ما تحاسبش. ده عيب الكلام اللي انت بتقوله ده. الله، الراجل يتحاسب على اي حاجه يعملها حتى لو رافع سمه هاني. وانا من جهتي مفيش حاجه في نفسي منك يا ونش. ده من جهتك انت. خلاص بقى. الله، راشد عمنا بوس راسك. الله، ده خص صغير بس ما كانش ينفع يعني اللي عمله معاه اخت المدام يا عبد كده. ايه الاخبار الحلوه دي؟ ما انا هتجوز عسليه كمان 10 ايام، انتوا معزومين طبعا. طبعا. ألف بارك. الله يبارك فيك يا عمنا. مش مبروك؟ مبروك يا راشد. طيب أنا أروح بقى، عندي كذا مشوار كده وأبعد عليك عشان نظبط أمورنا. وأنا مستنيك. سلام يا عمنا. سلام. وربنا ما هسيبه غير لما أغوز. اتك على الصبر، لما يحتاج يتزق زقة يروح يونس ابن عمه، بس لما يسدد الحساب اللي عليه الاول. هنمشي منك يا معلم. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم علي اسماعيل شلبي وشهرته علي روي بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ. كنا عارفين يا فتون. 7 سنين هيعدوا هوا. خلي بالك منهم يا راشد. مش
كنت انت اللي تخلي بالك منهم. ما تقلقش انا خلاص هبقى قاعد معاهم. ازاي هتبقى قاعد معاهم؟ هتجوز عسليه. مبروك يا عسليه. فتون فتون خلي بالك من نفسك. علي خد بالك. ما تقطعوش الزياره. راشد عيب عليك. ما تقطعنيش. علي ما تقلقش ما تقلقش. هيعدي هوا ان شاء الله. تعالى. وانا لما احب ارقص ارقص مع معلم مش متعلم. فريدي وشي. انا قلت لك عايزه فرح اتضايق عشان ما اشوفش الاشكال دي. انا طالعه. انت يا بيبسي بيبسي عسلية. انت يا بنت انا بكلمك ردي عليا. انت بيبسي. خلاص يا فتون انا بتلك. خلي الليلة دي تعدي. لا في حد يا اختي ضايقك قولي لي وانا اطردهولك عشان تنبسطي وتعيشي ليلتك. انا عايزه الليله دي تنفض. ايه يا عسليه؟ أيوة. هو الفرح خلص يا اختي ولا ايه؟ لا يا اختي ما خلصش. خشي جوه الجدول حاجه الساعه موجودين. يا جماعه كنت سي ورقه سي؟ عايزه تقولي ايه؟ يبقى ليكي يا اختي. يور سيرفنت. اتفضلوا يا اختي اتفضلوا. سالي فعلا. ايه ده؟ انا مش هينفع احضر الفرح، انا لازم امشي. كريم منى بقى يلا يلا. بس هو انا عايز اسال سؤال. هي اسمها عسليه ولا سالي عشان هما بيقولوا لها عسليه؟ طب يلا يلا. وبعدين بقى يا بنتي فكي وشك حرام عليكي. ايه ده فريدي سحنتك بقى؟ ده منظر عروسه ده؟ ده انت ولا اللي رايحه تقابل عشماوي. اضحكي يا ستي مثلي. ما تسكتي بقى يا غن. الله ما انت شايفه جوزها اللي ممدود شبرين. مش دعوه بيها. ما تتريقيش على اختي فاهمه؟ وانت يا حبيبتي ما تخافيش، وزي ما قلت لك بالظبط انت تعوزي وهو ينفذ. حستك عينك تعملي حاجه انت مش عايزاها فاهمه؟ يا اختي اهو جاي. يلا يا اختي يلا يلا. وبالمره نلحق كمان نجيب بطاقتي وتودي للراجل فستان. طيب يا حبيبي. مساء الورد. ازيك يا عريس؟ زي الفل. عبالك عبالك. الله يخليك يا اخويا. انا بأمان عليك البت. البت بعناية. واحده واحده عليها يا اخويا. الله يرضى عليك. يلا يلا مع السلامه. طلقوني. مع السلامه يا اخويا. يلا يلا. انت بتتزوق على ايه؟ انا جايه لكم بكره الصبح.
يا ويلا يلا بقى ما تنساش تقفل الشبابيك يا مفضوح يلا يا يا اختون فضحتينا مبروك يا حلوة الحلوين كلهم فليه منك ما تخافيش ايه مالك خايفه ليه تاكلك الليلة دي أسعد ليلة في حياتي أنا عارف إن أنت ممكن تكوني مش مبسوطة ما أنا بحس وبفهم برضو مش زي ما أنت متخيلة أنت عسلية حاجة كبيرة أوي عندي كتير قوي عليا انا عمري ما تمنيت من ربنا حاجه قد ما تمنيتك انا من النهارده مش هزعلك هعمل لك كل اللي انت عايزاه طلباتك اوامر تتنفس لو طلبت لبن العصفور هجيبهولك انا بقالي 20 سنة لا حد حبني ولا حد خاف عليا اخر ايد طبطبت عليا كانت ايد امي نسيت ان انا بني ادم اصلا انا مش وحش يا عسلية انا مش وحش عارفة انا دلوقتي اخش احضر لك العشاء عارفة ليه عشان افضل طول عمري أقول لكل الناس إن في ليلة دخلتي حضرت العشاء لمراتي عشان أنا اتجوزت أحلى ست في الدنيا Thank you.